لهذه المباراة تتضح من خلال التركيز أثناء القيام بعمليات الإحماق قبل بداية المواجهة. راح نكون معكم بعد قليل من ملعب مدينة الملك عبد الله هنا في الجوهرة، فلا تذهبوا بعيدا. تحية طيبة خاصة حارة من ملعب الجوهرة من مدينة الملك عبد الله الرياضية. من كابينة التعليق تحياتي محدثكم فارس عوض. الكل هنا في انتظار انطلاقة هذه المباراة ضمن بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سيكون فريق الاتحاد السعودي في مواجهة النصر السعودي. نريدها مباراة قوية وكبيرة من الفريقين، نتمنى بأن نستمتع بهذه المواجهة قدر المستطاع، وأن يحاول كل فريق أن يقدم كل ما لديه في ظل أجواء رائعة ومثالية. ألكسندر بريوفيتش، تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. ضغط رائع حقيقة من الفريق يحصل من خلاله على رمية التماس. الفرصة متاحة لإرسال كرة عرضية وتبعد الخطورة. الكل يركز عليه اليوم وهو مصدر الاهتمام في وسائل الإعلام. مباراة خاصة يخوضها ضد فريق السابق للمرة الأولى، واجهة هو مركز الاهتمام فيها. الكل سيراقب تحركاته، تصرفاته، مستواه، كيف سيواجه زملاء السابقين، كيف سيتعامل مع المدرجات. الكل يتحدث عن ردة فعله، إذا سجل ماذا سيفعل. انطلاقة متسرعة كانت نتيجتها تسلل وبالتالي لا خطورة على المنافس. كمارة، فريق الخصم بيخلص الكرة. يلعبون الكرة بهدوء وبدون استعجال لتسجيل هدف التقدم. قرار سليم من الحكم بإعطاء الأفضلية للنصر. الحكم يحتسب مخالفة وركلة حرة. تبعد الكرة من أماكن الخطورة. بيعدي فيها بمر، بيعدي رودريغيز. الله، لا يمكن أن تنتهي السلبية. الشباك تتحرك، الإثارة تبدأ، الهدف يأتي. نشوف إعادة الهدف من جديد. هجمة مرتدة كانت سريعة ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى. ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. غونزالو مارتينيز الخيبري. فقدوا الكرة، يا سلام على التمريرة. إمكانية للتسديد، فرصة ذهبية لقتل المباراة مبكرا لكن بتضيع. كان ممكن يريح الأعصاب لو سجل هذه الكرة، كان بالإمكان أن يصبح الفارق هدفين الآن. رمي التماس. الأرقام تبين بأن الاتحاد ليس الأكثر استحواذاً اليوم. التفوق في الاستحواذ أحياناً يكون مضر للفريق. مباراة اليوم مثال حقيقة، تتكلم أن الفريق أقل في الاستحواذ لكنه منتصر متقدم، يترك الكرة لخصمه، يستغل الفرص المتاحة له بشكل أفضل حتى يتقدم في النتيجة. البيشي، رودريغيز، كرة في الجناح، كرة باتجاه القائم الثاني. أوهو،
يبعد كرة خطيرة. غونزالو مارتينيز. غونزالو مارتينيز. كرة عرضية في المنطقة. ممكن هجمة مرتدة الآن. كرة مرتدة خطيرة مشاهدينا في ظل وجود ضعف التغطية من الدفاع. أوه مرت الكرة مرت. عدت الكرة من فوق الحارس. الله على النهاية. إعادة للهدف اللي جاء من هجمة مرتدة. بعد ذلك لوب راح من مسافة قريبة. لعبة من فوق حارس المرمى. هدف يوزع الفارق مشاهدينا. النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. رودريغيز. مساحات مفتوحة على طرف الملعب. فرصة لإرسال كرة في الشباك. يا الله على الطاير حطها. على الطاير سجلها. هدف مذهل. مهارة استثنائية. نهاية خيالية. نتابع الهدف من بدايته. بدايته من المرور من المدافع. والنهاية اللي كان سهل جدا بالتأكيد لأنه قريب من المرمى. ومتمركز بشكل سليم. الحكم ينهي الشوط الأول والنتيجة 3-0. النصر راح يبدأ الشوط الثاني. الخيبري. الوضعية اختلفت. أصبح الفريق المستحوذ وأصبح الفريق المسيطر على الكرة. يا سلام على التدخل بدون مشاكل. حلوة الكرة البينية خلف الدفاع. نجم المباراة، عريس القمة، حديث اليوم، مانشيت الصحف غدا، يتألق ويسجل الهاتريك في المباراة. نتابع الهدف مرة أخرى واللي كان من هجوم مرتد سريع. بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية. الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. الخيبري. شوف الاستحواذهم على الكرة. فارضين اسلوبهم. متحكمين في المباراة. مدرب الفريق الضيف على وشك انه يقوم بالتبديل في هذه اللحظات. لم اتوقع شخصيا ان تسير المباراة بهذه الطريقة لانه نظريا الفريقان متقاربان جدا على المستوى الفني ونوع. فرصة متاحة. يا لحيب. يا الله الكرة في المرمى. هدف يحرك الشباك الآن. نشوف الهدف من جديد. كرة بدت من تمريرة عالية من فوق الدفاع ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى. ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. تدخل من مدرب الفريق الضيف. في تغيير ممكن في هذه اللحظات. كرة بتروح للفريق الخصم. شوف اللاعبين وحركات الأحماء. نتوقع تغيير في هذه اللحظات.
رمية تماس تلعب بعيدة. غونزالو مارتينيز تسديدة قوية لكن بدون أي تركيز، تفتقد للدقة، الكرة تذهب بشكل بعيد جدا عن المرمى. بتروح الكرة، يتقدم باتجاه المرمى. غونزالو مارتينيز، بيتروس، فواز القرن يتصدى. فهد المولد قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. بينية 100 ثانية خلف المدافعين، فرصة توسيع الفارق بتضيع الفريق. عبد الرحمن العبيد دقة في التمرير، شوف اللقطة، شوف اللعبة، الكرة اللي تخرج من قدمه واللي تعرف الطريق. الله على الكرة، واضح ان مدرب الفريق الضيف يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح انطلاقة متسرعة كانت نتيجتها تسلل وبالتالي لا خطورة على المنافس. المدرب قرر يغير في هذه اللحظات. فرصة للتسديد، مميز جدا حارس المرمى، شوف التصدي، شوف الواحد على واحد، انظر كيف تعامل، كيف تصرف. يا الله على الطاير حطها، على الطاير سجلها، هدف مذهل، مهارة استثنائية، نهاية خيالية. نشوف من جديد لقطة الهدف والركلة الركنية اللي تنفذت، بعد ذلك ترسل تسديدة قوية، الكرة راحت في المرمى، صعبة جدا على الحارس. قربنا من النهاية، المباراة تعتقد انتهت مسبقا لأن فارق النتيجة كبير جدا، من الصعب تعويضه في الوقت المتبقي. غونزالو مارتينيز نلعب الآن في الدقائق الست الأخيرة من عمر المباراة. كرة تذهب للخصم دون معاناة بعد تمريرة سيئة. يتقدم بالكرة، أوهو ماذا يفعل الآن؟ التسلل موجود لأن توقيت الانطلاقة مهم جداً. يسير باتجاه المرمى الآن، يستعيد الكرة بأداء دفاعي قوي جداً. 3 دقائق يضيف حكم المباراة إلى عمر اللقاء. سميث الخيبري يلعب الكرة بدقة كبيرة بالملي، يا سلام، يعرف كيف تخرج ومتى تخرج وأين تصل. الله على الكرة، صافرت نهاية المباراة وفوز من نصيب أصحاب الأرض اليوم، وكأنها مباراة ودية، سيطرة كبيرة على الملعب وتحكم في رتم المباراة ونتيجة كبيرة وثلاث نقاط مستحقة. يا سلام على التمريرة.